بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم أحبتنا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، وأهلا بوفود الرحمن الذين جاءوا إلى هذه الأرض المقدسة من كل فج عميق. نرحب بكم ونرحب بكافة حجاج بيت الله الحرام الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بأن يكونوا حجاجا في هذا العام، وفي هذا العام 1445 للهجرة، وسط الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لأداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة. هنالك العديد من المشاريع الضخمة التي تبنتها المملكة العربية السعودية خدمة لضيوف الرحمن من قاصدي بيت الله الحرام. في برنامج لقاء خاص سنتحدث عن أحد هذه المشاريع الضخمة، وهو مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي. فأهلا ومرحبا بكم، سنتحدث عن هذا المشروع مع سعادة الدكتور عمر عبد الله عطية، المشرف العام على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي. مساك الله بالخير دكتور عمر. مساك الله بالنور أستاذ إيهاب، ومسا المشاهدين. ما شاء الله، 4 عقود من الزمان وهذا المشروع يعمل كل عام وفي حج كل عام. في هذا الموسم بالتحديد ما هو الجديد الذي يقدمه المشروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كما تفضلتم، المشروع يخطو نحو العام 42 من عمره. في كل عام نحرص أن نجود الخدمات، أن نصل بشكل أميز إلى حجاج بيت الله الحرام، فخدمتهم واجب وأمانة في أعناقنا. مشروع الأضاحي مشروع متعلق بنسك هام من مناسك الحج، فالهدي والأضحية والفدو لحجاج بيت الله الحرام نسعى دائما أن نقدمها بأعلى جودة وبأسعار مناسبة. نحرص دائما أن تكون هناك عمليات فرز بيطري وشرعي، معايير الجودة تحسن في كل عام حتى تصل هذه الأضاحي لحجاج بيت الله الحرام وهديهم وفديهم بالشكل الذي يليق بهذا المنسك العظيم وبهذه الدولة العظيمة. جميل. الأعمال التي تعمل من أجل ذبح الهدي والأضاحي، هل تم يعني استقدامها وكيفية اختيار هذه الأعمال؟ في هذا اليوم الكريم أكملنا جميع الاستعدادات، كافة العمالة والقطاعات المشاركة في أعمال التشغيل استكملت قبل غرة ذي الحجة من هذا العام، ولله الحمد هي الآن موجودة في المواقع، تعرفت على الأماكن، أجرينا مجموعة كبيرة من التجارب الحية لإدخال وإخراج العمالة الأنعام إلى آخره، ولله الحمد نحن مستمرين في انتظار إشراقة يوم العيد بإذن الله حتى تنطلق أعمال التشغيل. لدينا موسمياً كما تعلمون أعداد ضخمة جداً من العمالة، تصل إلى أكثر من 25,000 ما شاء الله، من أطباء بيطريين ومراقبين شرعيين ومشغلين وجزارين وعمالة مساندة، هذا إضافة للقطاعات الحكومية المختلفة التي يعني أتت بأعداد غفيرة للمساهمة والدعم لأعمال المشروع، ولله الحمد. أريد أن أتحدث وننقل رحلة الهدي والأضاحي منذ بدئها من مشعر منى ويتم الذبح في مشعر منى وحتى تسليمه، كيف تكون الرحلة تحديدا؟ حقيقة هي رحلة طويلة، ليست كما تبدو بأنها يعني رحلة بسيطة ينفذ فيها نسك حجاج بيت الله الحرام وينتهي الأمر. حقيقة الاستعدادات لهذا المشروع تبدأ فور انتهاء موسم الحج. نحن نتحدث عن عمليات لوجستية ضخمة، نستورد فيها أكثر من 1,200,000 رأس من الأنعام، تأتي بشكل متفرق من عدة جهات وعدة دول، تتم عمليات فرز وحجر بيطري في دول الاستيراد، عمليات الفسح في الموانئ، عمليات الفرز في مزارع الموردين، وكذلك الإجراءات الحيوية الخاصة بعمليات النقل. لدينا إحنا في المشروع ما يزيد عن يعني 600,000 رأس من الحظائر،
هذه الحظائر تخضع لإجراءات أمن حيوي كبير. السيارات الناقلة أيضا تمر بهذه العملية، وكل هذه الإجراءات هي في مرحلة واحدة وهي تأمين الأنعام. يأتي بعد ذلك موضوع الكادر البشري اللي تحدثنا عنه منذ قليل، كادر كبير يتم اختيارهم بعناية، موزعين بين أطباء بيطريين وشرعيين وفنيين. لدينا في هذا الأمر تعاون كبير حقيقة مع الكثير من الجامعات والمعاهد السعودية، لدينا تعاون مع جامعة الملك فيصل في الأحساء، مع جامعة القصيم في القصيم، لتأمين عدد كبير من طلبة الطب البيطري للسنة النهائية ومشرفيهم. لدينا تعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود، مع جامعة أم القرى، مع الجامعة الإسلامية في المدينة، مع معهد دار الحديد. اتفاقيات وتعاون حقيقة مثمر ومثمر جدا، ساهم في تكوين كادر بشري كبير، إضافة للكادر البشري اللي يتم استخدامه سنويا من جزارين وعمالة مساعد، إضافة أيضا للكادر الخاص بالجهات الحكومية المشاركة، كافة قطاعات وزارة الداخلية، وزارة الصحة. حقيقة ما ودي يعني أفيض فيه حتى لا ننسى أحد. هذا الكادر البشري كله يعمل بتناغم حتى نستطيع أن نؤدي هذا العمل الجبار في أقل من 84 ساعة. ممتاز. الأضحية تمر أو النسك بشكل عام، سواء كان أضحية أو هدي أو فدي أو صدقة، تمر بعدة مراحل للفرز البيطري والفرز الشرعي. الفرز البيطري يتم وهي حية، يتم بعد أداء النسك، يتم بعد عمليات السلخ حتى نتأكد أن هذه الأضحية صالحة بيطريا. كذلك هناك رقابة شرعية في عملية التنفيذ، نتأكد أن كافة الشروط الشرعية مستوفى في هذه الأضحية، حتى لو كانت سليمة بيطريا ولكنها مخالفة لأحد اشتراطات الشرعية يتم استبعادها في حظائر خاصة تسمى بحظائر العزل. بعد ذلك يتم أداء النسك، تتجه مباشرة لعمليات فحص الجودة، عمليات الغسيل، تنقل بعدها لعمليات التجميل. رحلة طويلة في أكثر من 30 مرحلة حتى تصل إلى مستحقيها. جميل. طبعا هذه الرحلة التي ذكرتموها واستيراد 1,200,000 رأس، هل هنالك اختيار معين لنوعية الأغنام المستهدفة للاستيراد؟ حقيقة يعني نحرص أن تكون الأغنام تتحمل أجواء يعني منطقة مكة المكرمة، حتى لا تكون وقت التنفيذ هزيلة أو مصابة أو عمليات الفرز ينتج عنها أعداد كبيرة من الرفض. كذلك نحرص أنها تكون يعني بأعداد وفيرة، بعض الدول تتوفر فيها نعام جيدة ولكن أعداد التصدير قليلة. كذلك نكون حريصين أن تكون في متناول يعني ضيف الرحمن. جميل. لأنه الأعداد أو الأنعام المرتفعة التكلفة هي ستنعكس أيضا على السند. جميل. هنالك معلومات سنتحدث عنها عن استخدام التقنية في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وكذلك معلومات ستهم الحاج الكريم من كيفية الاستفادة من هذا المشروع، ولكن تعرفوها بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مرة أخرى، ونتحدث ونكمل حديثنا عن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي مع سعادة الدكتور عمر عطية المشرف على هذا المشروع. طبعا دكتور عمر، نبغى نتحدث عن التقنية. المملكة العربية السعودية الآن استخدمت التقنية في كل المجالات، هل مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بالتأكيد استخدم هذه التقنية؟ دعنا نتفق على أمر،
لن يكون هناك بصمة مميزة أو أثر واضح دون المرور في محطات التقنية. أصبحت لزاما على كافة المشاريع التي تستهدف المستقبل، الديمومة، الاستدامة، المحافظة على الأداء العالي، أن تمر بهذه المحطات. مشروع المملكة يحرص سنويا على إضافة تقنيات جديدة مع الحفاظ على المتطلبات الشرعية والبيئية والبلطرية. من هذه التقنيات لدينا أحد أكبر منظومات التبريد الصناعي حول العالم، ومع ذلك كنا حريصين أن نأتي بتقنيات جديدة تساعدنا على عمليات التجميد السريع وتقديم اللحوم بشكل آمن أثناء الموسم. ومن هذا الأمر انطلقنا بتعاون مشترك مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي حتى نخرج بما يعرف بالتجميد باستخدام الثلج الجاف، تجميد سريع يتم تكوين بيئة مناسبة للحوم بحيث تنتقل في الأيدي أثناء الموسم بطريقة آمنة. يتم التجميد باستخدام الثلج الجاف الوارد إلينا من بالتعاون مع صندوق بر التابع لسابك والتعاون مع إحدى كبرى شركات الغازات الصناعية الوطنية. يتم بعدها تحويل هذه اللحوم إلى لحوم مجمدة يتم تعبئتها وتغليفها وتوزيعها. كذلك كنا حريصين على إضافة نماذج من الذكاء الاصطناعي تقوم بعد الذبائح والتعرف عليها، وهي نماذج أولية نسعى بعد ذلك لتحويلها إلى نماذج خاصة بعمليات فحص الجودة والتدخل الاستباقي. ولله الحمد كافة النماذج المبدئية بخاصة بالعد أثبتت نجاحها، ونحن الآن في مرحلة التوسع وتطوير نماذج الجودة الخاصة بها. لدينا أيضا تقنيات تم بناءها خصيصا لعمليات التقطيع والتغليف للحوم، وهي بأيدي ولله الحمد وطنية أثبتت كفاءتها. لدينا سرعة الآن عالية جدا في عمليات التقطيع والتغليف والتجهيز لعمليات الشحن. ونمر في كل سنة بهذه المحطات ونحاول دائما أن ندعم عمليات البيع الخاصة بالسندات بتقنيات آمنة. لدينا أنظمة خاصة بعمليات فرز المشاركين إلى آخره من هذه التقنيات التي سنسعى إلى تجويدها ورفع كفاءتها ما استمر هذا المشروع. العدد الكبير من هذه الذبائح للأنعام، وخاصة أن الأيام محدودة ومعدودة هذه الأيام، المخلفات كيف يتم الاستفادة منها؟ وهذا الكم الكبير بالتأكيد ستكون هنالك مخلفات للمواشي بكم كبير وهائل، هل هنالك استفادة منها للمشروع أو بشراكات مع شركات أخرى يتم الاستفادة من هذه المخلفات؟ بالفعل كما تفضلت لدينا يعني شراكات مع عدة جهات، أبرزها شركة كيدانا التي تدير منظومة التخلص من المخلفات بطريقة آمنة بطريقة بيئية مجازة. أيضا يعني لا ننسى الطاقة الإنتاجية الضخمة للمشروع، يعني طاقة المشروع الإنتاجية في المتوسط أكثر من 13 ألف رأس في الساعة الواحدة. هذه الطاقة الإنتاجية الضخمة تجعلنا أمام تحدي كبير للاستفادة من كافة المنتجات الثانوية الخاصة بالذبيحة، وهذا ما نسعى له. لدينا تواصل مع مجموعة كبيرة من المستثمرين من داخل المملكة وخارج المملكة، بعض الشركات الحكومية التي تعمل في هذا المجال، وإن شاء الله سنخرج بنماذج متطورة نصل فيها إلى ما يعرف بصفر مخلفات إن شاء الله. جميل. دكتور عمر، يعني طبعا مراحل التجميد والذكاء الاصطناعي الذي يستخدم أيضا حتى عند فرز الذبائح، هل يعني هذه المراحل جميعها متواجدة والتخزين يتم في مكة المكرمة أم في مدينة جدة أو بالقرب من المطار والموانئ حتى يتم سهولة توريدها؟ يمتلك المشروع 8 مجمعات تشغيل عملاقة كلها في داخل مدينة مكة المكرمة بكافة منظوماتها الخاصة بالتشغيل، بالنقل، بالتجميد، بعمليات التقطيع، بحظائر الأنعام. هذه المجمعات
تؤمن المشروع طاقة إنتاجية عالية ولله الحمد، كما تجعلنا يعني أكثر قدرة على السيطرة على عمليات الجودة. لدينا مخططات واسعة لعمليات التوسع، كما تعلمون حسب رؤية المملكة 2030 هناك ستكون قفزات في أعداد الحجاج. نحاول الآن اللحاق بهذه الرؤية وأن نكون جزء فاعل فيها، والله الحمد لدينا خططنا وأنظمتنا ومشاريعنا التي ستمكن بإذن الله مشروع المملكة لأن يكون رافد لهذه الرؤية المباركة. أيضا وسيلة النقل المستخدمة من مكة المكرمة كي تصل إلى، تستخدمون عربات للتبريد وعربات لها تجهيزات خاصة؟ ما أن ينتهي موسم الحج حتى تبدأ التجهيز لواحدة من أكبر العمليات اللوجستية حول العالم. نوصل هذه اللحوم بشكل دوري إلى أكثر من 420 جمعية داخل مناطق المملكة كافة، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ومن أقصى الشرق لأقصى الغرب. ما يفيض عنها نبدأ عمليات التوزيع الدولية، في المتوسط نوزع لأكثر من 25 دولة حول العالم، وتنقل بكافة الوسائل المناسبة براً وبحراً وإذا اضطررنا جواً، حتى تصل إلى المستبيد في أبهى صورها، طيبة مطيبة من بلاد الحرم. جميل. كيف يتمكن الحاج من الحصول على السندات الخاصة لهذا المشروع؟ سنعرفها أيضاً بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم معنا مجددا في لقاء خاص، والذي نتحدث فيه عن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي. نعود مرة أخرى مع سعادة الدكتور عمر عطية. نريد أن نعرف، وكي يعرف الحاج الكريم، كيفية شراء السندات الخاصة بالهدي والأضاحي من قبل هذا المشروع. كما أسلفنا، يحرص المشروع على أن تكون عملية الحصول على السند عملية سهلة وميسرة وآمنة. لذلك أنشأ أحد أكبر منصات البيع أضاحي.org لتوفيرها بشكل رقمي متاح للجميع، إضافة لمجموعة كبيرة من الشراكات التي تتم فيها عملية مزامنة مع عدة قطاعات، سواء من القطاعات الحكومية كمنصة التبرعات الوطنية تبرع، منصة إحسان، إضافة للعديد من الجهات في القطاع البنكي كمصرف الراجعي بنك البلاد. كذلك يوفر المشروع خدمة ما يعرف بالبيع المباشر، حيث تتم عمليات بيع السندات بشكل مباشر في الأكشاك مقابل مجمع الوحدات البديلة للمشروع في المعيصم. هذه الأكشاك تمكن الحاج من يحصل على سنده، وأيضا أن يشرف على أداء نسكه بشكل مباشر وشخصي. هل فقط السندات تقتصر على حجاج بيت الله الحرام، أم بالإمكان من المقيمين والمواطنين شراء هذه السندات من أجل أداء شعيرة الأضحية؟ سندات المشروع متاحة لكافة المسلمين حول العالم، ولذلك حرصنا لأجل هذا الغرض أن تكون عملية بيع السندات عملية رقمية بالأساس، حتى تلك السندات التي تتم بيعها عن طريق الشركاء فهي أيضا تتم بطريقة رقمية آمنة. وفرناها بمجموعة كبيرة من قنوات الدفع، سواء المحلية أو العالمية. كذلك هيئناها للدفع المباشر عن طريق بعض البنوك. عملية شراء السندات أصبحت متاحة بشكل أسهل وعلى مدار العام. كما لا يخفى عليكم، هناك منتجات خاصة بالموسم كالهدي والفدي، ولكن أيضا تتاح هذه الخدمات بشكل موسع خلال العام كعموم الصدقات والأشياء المرتبطة بالعقيقة إلى آخره. جميل. طبعا المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 تسعى بإذن الله تعالى لزيادة أعداد الحجاج على الأعوام القادمة بحول الله، فهل هذا المشروع على استعداد تام لاستقبال عدد أكبر من الطلبات الخاصة بالهدي والأضاحي؟ كإجابة مباشرة نعم، لدينا خطط كبيرة هي قيد التنفيذ الآن للتوسع بشكل أوسع أفقيا ورأسيا. ستكون هناك العديد من الشراكات مع جهات في القطاع الخاص والقطاع الحكومي حتى نؤمن توفير هذه الخدمات
لحجاج بيت الله الحرام بالشكل المطلوب في الوقت المطلوب وأيضا بالتكلفة المطلوبة بإذن الله. بإذن الله تعالى. هذا المشروع سعادة الدكتور طبعا يصل أو تصل هذه الأنعام مغلفة مجهزة لمستحقيها سواء في المملكة العربية السعودية أو خارجها. لو أعطينا مدة زمنية للانتهاء من كامل ما تم تخزينه وتعبئته وتغليفه خلال موسم الحج، تقريبا إلى أي مدة زمنية؟ يعني خلال أيام، خلال أسابيع، خلال شهور، ويتم الانتهاء تماما من لحوم الهدي والأضاحي التي ذبحت في مكة المكرمة؟ كما أسلفنا هي تمر بعدة مراحل. عمليات التجهيز والتقطيع والتغليف تبدأ مباشرة مع إشراقة يوم العيد. مجرد أن تبدأ أداء النسك تبدأ هذه العمليات. يساهم كما ذكرنا موضوع الثلج الجاف في عمليات التبريد السريع. نوزع أثناء الموسم أعداد تتجاوز 40,000 رأس. نحرص على امتداد هذه العملية حتى تجهز كافة الكميات التي يتم أداء النسك فيها. ثم تبدأ وتنطلق عمليات التوزيع اللوجستية كما ذكرنا داخل المملكة وخارجها في دول العالم. أغلب هذه الكميات توزع في الأشهر والأسابيع الأولى من بعد انقضاء الحج. في ذات الوقت نحرص على أن تصل هذه اللحوم إلى مستحقيها حول العالم. هذه العملية تتطلب تهيئة وتنسيق دولي كبير حتى تصل فعليا إلى المستحقين في هذه الدول. نحرص على أن يكون للأماكن التي تمر بكوارث أو نكبات نصيب من هذه اللحوم. عملية التنسيق في بعض هذه الأماكن تأخذ وقت منا، ولكن نحن حريصين على إبقاء هذه الكميات حتى تصل إلى هؤلاء المستفيدين. هل بالإمكان هذا المشروع، طبعا هو فترة موسم الحج من أجل الإفادة من الهدي والأضاحي، ولكن هل هنالك مشاريع أخرى يقوم بها المشروع خلال أيام العام؟ يستطيع مثلا المستفيدين، بما أن شراء السندات سيصبح بطريقة تقنية، هل بالإمكان أن يكون هنالك مشروع طوال العام يقدمه مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الحكم الهدي؟ بالفعل كما ذكرت أستاذ بهاء، العمليات بيع السندات يستمر طوال العام، سواء سندات الفدية، سندات العقيقة، عموم الصدقات بشكل عام، كلها تستمر طوال العام ومتاحة بالشراكة مع العديد من الجهات التسويقية، إضافة لمنصة المشروع أضاحي دوت أورغ. في الحقيقة سعادة الدكتور عمر، يعني مشروع ضخم تقدمه المملكة العربية السعودية. نحن نتحدث عن 42 عام وهذا المشروع قائم يستحدث نفسه بنفسه سنويا، وكل سنة يقدم ما هو جديد. هل هنالك شيء أخير تود أن تقوله في هذا اللقاء؟ أود أن أشكر الجميع بكافة القطاعات، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع الثالث. الكل يدعم والكل يساهم. نشعر بفخر وسعادة أن نكون جزء من الخدمة التي تقدم إلى ضيوف الرحمن، ونسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة على أن نكون النسخة الأفضل منا كل عام بإذن الله تعالى. سعدنا معكم سعادة الدكتور عمر عطية، المشرف العام على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي. هذا المشروع الذي قدم عبر 4 عقود وقدم العديد والعديد من ما هو حديث من أجل خدمة قاصدي بيت الله الحرام، من أجل أداء هذه الشعيرة، شعيرة الهدي والأضاحي بمكة المكرمة، ولا زال يهدف أيضا إلى تجويد هذه الخدمة أكثر وأكثر، وأيضا إلى زيادة الأعداد بإذن الله تعالى على حسب الزيادة المضطردة لحجاج بيت الله الحرام. سعدنا معكم في هذا اللقاء الخاص، تحية طيبة لكم مني بهاء عسكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.